اهلا بحضراتكم من جديد. خليني بس اقول لحضراتكم خبر مهم جدا، وهو من خلال شركة استادات الوطنية، واللي بتقول نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إثراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب. تعلن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت عن تقديرها لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لدورهما الكبير في إثراء الرياضة المصرية ورفع رايتها عاليا في المحافل القارية والدولية. كما يتقدم مجلس إدارة الشركة بكل آيات التقدير والامتنان للقطبين الزمالك والأهلي لنبذهما التعصب والارتقاء بالمواقف التي تحض على رفع منسوب الوعي القيمي والوطني بجانب دورهما المجتمعي البارز في هذا الصدد. يعني بيان أو خبر مهم جدا من شركة استادات الوطنية، وحاجة مميزة جدا جدا في الحقيقة. طيب أنا في الحقيقة عايز أوجه رسالة للجيل الجديد من جمهور النادي الأهلي، مش اللي هو إحنا. يعني أعتقد في القرن الجديد إحنا مش هنكون موجودين يعني. فالرسالة دي أو الفيديو ده للأجيال الجديدة من جمهور النادي الأهلي. واللي حابب أقوله لهم إيه؟ أنا ببارك لهم بمنتهى البساطة على بطولة أو لقب القرن الجديد بإذن الله. إحنا أبطال القرن اللي فات، القرن اللي جاي كمان احنا باذن الله ابطال بالمنظر ده وبعدد البطولات دي وبالفرق الكبير اللي ما بيننا وما بين اي حد بعدينا في القاره الافريقيه. فانا اول من يبارك للجيل الجديد بلقب القرن الجديد باذن الله تعالى، لان ان شاء الله باذن الله واحد احد الاهلي يستمر في انجازاته. اكيد هيحصل دروبات وهيحصل يعني ان انت تخسر بطولات وكلام من ده طبيعي، هي دي كره القدم وهي دي الرياضه بالمناسبه. يعني مش هتفضل تكسب على طول يعني، لكن انت بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك عشان تقدر تكسب ويفضل اسم الاهلي كده رقم واحد. هو الناس كده في الاهلي، الناس كده في الاهلي بتفكر يعني. فان شاء الله مع توالي البطولات، احنا دلوقتي تقريبا ايه عندنا 90 نقطه مثلا ولا اكتر، فكروني يا جماعه زمايلي في الاعداد. يعني عندنا عدد وافر من النقاط في المركز الاول في افريقيا، بعدينا فرق كبير جدا الثاني اللي بعدينا 40 ولا 50 نقطه يمكن اقل كمان. فكل المؤشرات بتقول ايه؟ بتقول الاهلي هيكون لقب او بطل لقب القرن الجديد او بطل القرن الجديد، وهيحصل على هذا اللقب باذن الله تعالى. فاحنا اول من نبارك للجيل الاهلاوي الجديد بهذا اللقب باذن الله واحد احد. طيب دي من ضمن الامور الهامه جدا، واعتقد ان احنا اتكلمنا في كل شيء، لكن الاهم ان احنا لازم نقول ان كل جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحه دي، لان جمهور الاهلي دايما داعم حتى لو مش موجود في المدرجات، فهو من خلال السوشيال ميديا، من خلال الرسائل الكتير قوي اللي بيبعتها للجهاز الفني، للاداره، للعيبه، فهم يستحقوا الفرحه دي. اول ناس بتبقى في ظهر الاهلي لما يكون في ازمات، اول ناس بتبقى في ظهر الاهلي لو في اي توجهات ضد الاهلي، هم اللي بيسندوا وهم اللي بيدعموا وهم اللي بيبقى هدفهم معروف جدا للجميع ان احنا عايزين دايما الاهلي يكون المنافسه بالنسبه له في الملعب، والاهلي يكون دايما متفوق. فان شاء الله يستمر النادي الاهلي على هذا المنوال في الحقيقه بجمهوره العظيم المميز جدا والمختلف على او عن كل جماهير القاره الافريقيه.